طب قول لي حاجه، ايه الحلم؟ احنا البلان بتاعتنا في اول 6 شهور باذن الله يكون زي ما قلنا عاملين سنترال كيتشن وكلاود كيتشن، نطلع منه دليفري. بعد 6 شهور هنفتح سبوتس في اماكن فيها ترافيك زي ما قلنا، واحنا كده هنبقى عملنا يعني كفر للاريا بتاعت التجمع، لان احنا لما عملنا اناليسز الماركت لقينا ان 20% من الماركت في التجمع. انا دكتور محمد امير، كلينيكال نيوتريشنست وكو فاوندر فيت اند فريش. وانا دكتور محمود امير، كلينيكال فارماسيست وكو فاوندر فيت اند فريش. احنا الاسك بتاعنا 10 مليون جنيه مقابل 10% من الايكويتي. فكرتنا بدات من 2016 لما قررنا انا واخويا ان احنا ننقل تجربتنا الشخصيه للبيزنس. ده عملناه ليه؟ احنا كنا زي اي 2 طلبه دخلوا الكليه بدا وزنهم يزيد بسبب قله الحركه، بسبب ان احنا كنا على طول بنقعد نذاكر، فكنا محتاجين ان احنا نتمرن ونعمل دايت. وب 300 جنيه بس بدانا مشروعنا بامكانيات بسيطه جدا، كان بار في جيم، انا واخواتي كنا الاستاف، ووالدتي كانت بتجهز الاكل من البيت، لحد ما الفكره بدات تنتشر والناس بدات تعرفنا، فلقينا ان الافضل ان احنا نكون كيان منفصل. وفعلا اشتغلنا فتره اونلاين من البيت، والبروفيت اللي كان بيجي جهزنا اول فيزيكال ستور لينا، واللي كان نقطه تحول في البيزنس بتاعنا. وحاليا بنحقق ريفينيو اكتر من 45 مليون، وبنعمل اوردرز اكتر من 200 الف، وحرفيا غيرنا مفهوم الاكل الصحي في ماركت صعب جدا زي المنصوره. انتوا ابتديتوا في 2016 اخر 2016. بعت بكام في اخر سنتين؟ يعني عايز 2023 عاملين 27 مليون، 2024 لحد دلوقتي بمارجنز عامله ازاي؟ مارجن احنا البروفيت مارجن بتاعنا 17%. بروفيت مارجن 17؟ بروفيت مارجن 17%. لا ده النت، ده النت بروفيت. النت 17. النت 17، انما البروفيت مارجن 55. احنا الفود كوست عندنا 45%. حاسس ان المارجنز دي تقدر تحسنها؟ لا احنا المارجن دي ممكن في ان شاء الله لما اتس اوريدي سو هاي على بالظبط على الاندستري. انا كنت عايز اقول لحضراتكم قوي قوي على الاندستري. انا عايز اقول لحضراتكم ان هي ممكن تقل لو دخلنا ماركت زي القاهره، لان هيبقى لسه في لايرز، مثلا احنا هنعمل ريكروتمنت ونعمل ماركتنج، فممكن يقل ب 10 مليون جنيه. اول حاجه احنا عايزين نعمل سنترال كيتشن عشان نقدر نطلع منه المنتجات بتاعتنا، زي ما قلنا احنا بنصنع كل منتجاتنا في السنترال كيتشن. تاني حاجه عايزين نعمل كلاود كيتشن، لان احنا البلان بتاعتنا في اول 6 شهور ان احنا هنطلع الاوردرات دليفري. بعد ال 6 شهور هنبدا ناخد سبوتس في اماكن فيها ترافيك. ده هنعرفه ازاي؟ لما اول 6 شهور نقدر نتارجت الاماكن اللي الاكثر اوردرات بتبقى موجوده فيها. احنا الفاليو بتاعت الريسيت عندنا في المنصوره 250 جنيه، في القاهره 325 جنيه، ففرق 30%. فاحنا البرايسنج استراتيجي بتاعتنا في القاهره ان احنا هنزود 20% وهنستيل اقل من اي كومبيتيتور 10%. فيبقى عندنا برايس ايدج. تشيز برجر ده اللي هو زيه بقى اللي مش هيلثي، يعني هنا 392 كالوري. الكالوري 3 اضعاف يعني، وغير كده كمان يعني يوصل 1000 اللي ممكن مش يوصل 1000. وفي نقطه تانية احنا غير الكالوريز في نقطه تانية حاجات كتير ناس كتير ما بتبصش عليها، ان الكالوريز ممكن يكون كميه البروتين في الساندوتش بتاعنا اعلى بكتير من الساندوتش التاني. يعني مش لازم نبص على الكالوريز بس، احنا بنبص على النيوتريشن فاكتس كلها، في كام جرام بروتين، كام جرام فات، كام جرام كربوهيدرات. دي حاجه لازم كل الحد بيبص في المنيو يعرف. انت مش بتبص على الكالوريز بس. الكلام ده في الماركتنج اصل لازم يحصل توعيه. انا بس في حاجه مهمه جدا، احنا في الماركتنج بتاعنا اصلا ما بننزلش بوستات بس فيها اكل، لا احنا بالزبط. جزء كبير من الماركتنج توعيه. انتوا عارفين ايه الصعب كمان عندنا؟ ان انت مش زي اي مطعم تاني ممكن تحط اي مكون، احنا مرتبطين بمكونات معينه اللي تتناسب مع الدايت. فالوصول للخلطه السريه او الوصول للمعادله الصعبه في 150 صنف ده شيء صعب جدا، قعدنا فيه وقت طويل. انتوا المنيو ده هتفضلوا المنيو 150 صنف؟ لا على فكره احنا ممكن نزود المنيو عن كده كتير قوي قوي قوي. لا ما هو نقطه الفرايتي في الهيلثي فود مهمه جدا، لان زي ما قلنا الناس بتزهق من الاكل. لما بيبقى عندك 150 صنف استحاله هتبقى افيشنت في الوقت الديليفري، سكيلابيلتي لازم هتبقى. بس احنا عندنا بقى نقطه مهمه جدا حضراتكم مش واخدين بالكم منها، احنا ال 150 ايتم دول الماتيريالز اللي بيعملوهم ممكن يكونوا 50 بس بالزبط. من واحد بيطلع 4 ايتم. دي ذكاء عندنا في المنيو بالظبط، من واحد بنطلع 10 ايتم. عارف عارف المشكله في ايه؟ مشكله ان كونسيستنسي، ان انت النهارده في كل فرع يطلع مثلا المكرونه زي التاني.